السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي ياسين بي فلوكس. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد، يعني فيديو من بعد 2 سيمانات ديال الحجر الصحي هنا في بلجيكا. خرجت فيهم غير 2 الخطرات باش نمشي نتقضى، يعني الفيديوهات فاش مشيت تقضيت راه حطيتهم لكم في يوتيوب، اللي بغى يشوفهم يبرك بلاتي على هذه اللي غتخرج لكم هنايا. كنمشي خطره واحده في الاسبوع للسوبر مارشي باش نقلل من احتمال يعني العدوى، الله يستر. احنا هنا في بلجيكا مدوا لينا المده ديال الحجر الصحي حتى 19 ابريل، علما انه بلجيكا يعني ما دايراش، ما فرضاش علينا هذاك الهارد لوك داون كما كيسميو، يعني ماشي بحال اسبانيا ولا ايطاليا ولا فرنسا ولا حتى المغرب، يعني ما عندناش الحق نخرجوا، الا بغيت تخرج خاصك تخرج بشي ورقه. هذيك القضيه مازال ما عندناش، يعني مازال كتشوف الناس خارجين كيمشيو كيضربوا دوره، يعني يمشيو يسرحوا شويه رجليهم، ولكن دايرين واحد القيود، يعني ما تمشيش مع صحابك، ما تمشيش مع ناس اخرين، ما تمشيش مع باك، ما تمشيش مع امك، مع جدك ولا جداتك حيت كبارين، يعني خاص يكون الفرق بين الجينيراسيون، حيت الناس الكبارين كيكونوا اكثر عرضه لهذا الفيروس هذا. ولكن تقدر تخرج في المثال مع عائلتك اللي انت اصلا ساكن معاهم، يعني تقدروا تمشيو تخرجوا تضربوا شي دويره، ولكن ماشي تبعدوا تمشيو مدينه اخرى، غير حداكم تضربوا شي دويره يعني تمشاو، ما نقول لكمش حتى البارك حيت الباركات مسدودين. صراحه من بعد 2 سيمانات وحنا في الحجر الصحي بدينا كنحسوا بان ناقصنا شي حاجه، ناقصنا نخرجوا، ناقصنا نمشيو نضربوا دوره كما كنا كنديروا شحال هذه، واخا غير حدانا، يعني ماشي لابد بنادم يبعد بزاف ولا يمشي شي مدينه اخرى، ولكن ممكن تحس براسك يعني حر، يعني الحريه كنفتقدوها حنا كاملين في هذه المرحله هذه. شنو هي الحاجه دابا اللي ناقصاني بزاف صراحه وما كرهتش نمشي نخرج ديريكت عندها؟ هي الحسان، يعني ولادي شعرهم كبر، شعرهم كبر، ما عرفت ما ندير ليه. انا حالي ساهل، انا كما كتشوفوا كندوز طوندوز كنقرع وصافي، ولكن ولادي ما كنقرع ليهمش. ولكن غادي يمكن ندير فيهم شعري ديال الاخر، غادي على الاقل على الاقل نكون بدات عندهم شي حرفه، فاش سنه الكورونا بعدا تكون عندي شي حرفه باش نخدم بها. الحمد لله عندي الدار فيها الجردان اللور، يعني فاش كنبغيو نشمو الهواء كنمشيو نخرجو تما كنلعبو الا خرجت الشمس شويه، بحال اليوم الحال مغيم والبرد، ولكن يعني الايام اللي فاتت كانت خرجت الشمس وكان يعني جو زوين، كنا كنخرجو كنلعبو، يعني كتحس شويه يعني ما بقيتيش غير في هذاك حنا نقولو الروتين ديال غير وسط الدار، كتخرج حتى شويه يعني الجرده كتجري مع الدراري كتنقز في ترامبولين. لكن صراحه الناس اللي عايشين غير في ابارتمون يعني غير في شقه، يعني الله يكون اليوم في العون، بنادم غير جالس بين ربعات الحيوط راه القضيه شويه هي غاده وهي كتزير، لا على الكبار وخصوصا على الصغار، يعني الصغار ديما خاصهم المساحه فين يجريو فين يلعبوا فين. دابا القضيه شويه مزيره، ما الباركات مسدودين ما تقدرش تخرج، كهضر على بلجيكا ما دول اخرى اصلا ما تقدرش تخرج، حنا واخا نقدروا نخرجوا ولكن الباركات مسدودين، يعني ها انت خرجتي البارك راه مسدود. يعني الحاجه الوحيده اللي كتونسنا الصراحه في هذا الحجر الصحي هو الانترنت، عرفتي الا قطعوا لنا الانترنت راه غتكون واحد المشكله كبيره، يعني نتفليكس اذا كان تفرجت على نتفليكس خدام بالانترنت، كلشي خدام بالانترنت، كنهضر مع عائلاتنا بالانترنت على طريق واتساب ولا فيس تايم ولا هذوك لي زابليكاسيون كاملين. يعني الانترنت رجع واحد الحاجه مهمه بالخصوص في هذه الوقيته هذه، هو ديما كان مهم وغادي يبقى ديما مهم، ولكن في هذه الوقيته هذه يعني ما نقدوش نبقاو. الناس اللي ما عندهمش الانترنت صراحه غيكونوا منقطعين عن العالم الخارجي بنسبه 100%. احنا كنعرفوا كاملين يعني دابا كاين واحد الضغط كبير على الانترنت، يعني مره الكونيكسيون شويه كتقال، ولكن ماشي مشكل، الكونيكسيون يعني كما كان الحال الحمد لله مازال مزيانه، مقارنه مع قبل شويه ناقصه السرعه ديالتها ولا الصبيب كما كيسميوه، ولكن يعني كما كان الحال من الفوق على العموم الحمد لله مازال كل شيء خدام هو هذاك. هادشي كاع اللي قلنا كنقول لكم نقدروا نصبروا عليه، ولكن الحاجه اللي ما نقدروش نصبروا عليها هي دابا الاخر ديال الشهر، يعني الاخر ديال مارس، الكرا خاصو يعاود يتخلص، الضو، الغاز، الماء، يعني هادشي كامل خاصو يتخلص، كاين واجبات شهريه اللي خاصها تادى، فواتير، مشكله منين غنجيبوا الفلوس وحنا ما خدامينش. كنت كنضحك معاكم وانا ما كنعرف كاع نلعب البيانو، يعني نكمل لكم دابا هنا
انا في بلجيكا الحمد لله الدوله يعني كتحاول دير جهدها، يعني هذه الازمه هذه كلشي غيتضرر منها، حتى حنايا يعني كافراد غنضروا منها، الشركات وكلشي غيتضرر، ولكن كنهضر دابا غير على الافراد، غنضروا 100% غنضروا، ولكن الدوله حاولت يعني تنقص هذه نسبه الضرر، يعني يرجعوا للخدامه اللي ما كيقدوش يزاولوا يعني الخدمه ديالتهم في ظل هذا الكورونا هذه، يعني كيعطيهم الشوماج. الشوماج نورمالمون كتبقى غير 65% من الخلاص اللي كتخلص، ولكن دابا هما من 65 زادوا ل 70%. غتقول 5% ماشي شي حاجه، بصح ماشي شي حاجه، ولكن فاش كتجي تشوف في الاخر الشهر راه غتكون 200 و300 اورو زايده من غير هذا الشوماج تكنيك نتاع كما قلت لكم نتاع 70% من الخلصه اللي كنتي كتخلص قبل، يعني غادي يبقاو يعطوك 5.63 اورو للنهار، يعني زايده 5.63 الاورو كما كنقول لكم، غتقولوا عاوتاني 5 الاورو هي 1000 ريال وشي حاجه، حنا نقولوا 1100 و1200 ريال، ماشي شي حاجه بصح كما كنقول لكم، ولكن اي حاجه عطاوها يعني راه في نهايه الشهر غادي تكون حسبت يمكن غتكون شي 150 الاورو زايده تقريبا، يعني 150 الاورو هي 1500 درهم، يعني راه شي حاجه باش تقضى بها. حنا نقول يعني واحد المساعده مهمه اللي دارتها الدوله البلجيكيه هو للناس يعني اللي عندهم شي قرض، ماشي قرض، شي قرض يعني شي كريدي ديال الدار ولا شي كريدي واحد اخر، وبالخصوص ديال الدار حنا نقولوا يعني المده اجلوا، يعني المده اللي غتسدد فيها هذا الكريدي هذا حتى 30 سبتمبر، يعني ما تخلصش الكرا ديال، ماشي الكرا، لا هذا غلط، حيت ماشي الكرا خاصك تهضر مع مول الدار وشوف هو الا بغى ماشي يسمح لك ولكن ياجل لك الخلاص ديال الكرا. حنا كنهضروا على الناس اللي شاريين الدار وكيخلصوا، يعني حنا نقولوا الطريطات كما كنقولوا بالمغربيه، هادوك يعني اجلوا لهم الخلاص ديال الكريدي حتى 30 سبتمبر، يعني من مور 30 سبتمبر عاد غادي تبدا ترجع تخلص الكريدي ديالك، يعني الا حنا نقولوا كنتي شاري الدار على 20 عام رجعت 20 عام وست شهور، حنا نقولوا ولا هذا العدد تاع الاشهر ما حسبتوش بالضبط. يعني هذا الميساج هذا خاص بالناس اللي ساكنين في بلجيكا، اللي عنده يعني حنا نقولوا ضائقه ماديه ما قدش يخلص الكريدي ديال الدار، كنهضر على الكريدي ديال الدار ماشي الكرا ديال لابارتمون ديال الدار، غير الكريدي، يعني يتصل بالبنكا ويشرح لهم الموقف وهما غادي ياجلوا ليه يعني هذا الخلاص ديال الكرا ديالو، ماشي الكرا، الخلاص ديال التسديد نتاع هاد الطريطات حنا نقولوا حتى 30 سبتمبر، يعني غادي يبقى يخلص من 30 سبتمبر لها. اجراء واحد اخر اللي اتخذته الدوله باش تنقص من هذا يعني من الحده ديال هذه الازمه هذه هو الضرائب، يعني الضرائب اجلات الدفع ديالهم بشهرين. يعني باش ندوزوا هذا الوقت هذا ديال الحجر الصحي، كنت شريت هذه اللعبه هذه اللي كيعرفوها اغلبيتكم روبيكس، يعني شريتها باش الدراري يدوزوا الوقت بها، وحتى باش حتى انا نلعب بها حتى انا براسي، حتى انا مازال صغير. التي نشوفوا كيفاش كتلعب هذه اللعبه هذه. اللاتي كما كتشوفوا وكتعرفوا دابا هنا الالوان مخربقين وخاصني نبقى ندور 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 حتى نقاد، يعني ترجع جهه خضراء جهه بيضاء حمراء زرقاء ليمونيه، انا دابا غادي نجرب. انما هو الصراحه صعيبه بزاف وعندها واحد التكنيك باش تقد يعني تقادها، كنت شفت في شي فيديوهات في اليوتيوب كيقولوا لك كيفاش تقادها، يعني عندها واحد التكنيك الا هذوك الخطوات كاملين تبعتيهم يعني دغيا تقد تحلها. انا نجرب دابا هذاك الشيء اللي تعلمت في الانترنت. التي تسنى التي لا تسنى غاد تسنى شويه، صبروا معايا واحد الشوي، هذا الشيء كيبان ليا هو غادي هو كيتعقد وما بغا كاع يتقاد. عرفتي شنو كنظن هذه اللعبه هذه ما عندي ما ندير بها، غنربيها غدا للحانوت، غنمشي نوض يمكن ندير شي حاجه اخرى، حيت الصراحه غنبقى جالس انا معها النهار كامل. واحده اخرى من المسائل اللي اتخذتها الدوله، الاجراءات اللي اتخذوا الماء والضوء والغاز لهذا الشهر هذا، يعني الشهر الاول غادي تعطينا الدوله 202.68 الاورو لهذا الشهر هذا باش نخلصوا الضوء والماء والغاز. فاش المده غادي تدوم اكثر من يعني شهر غادي يشوفوا يهضروا مع الشركات ديال الماء والضوء وديال الغاز، حنا نقولوا يهضروا معاهم باش يلقاو معاهم شي حل، واش يعني ما نخلصوش دابا ولا ما نخلصوش حتى من بعد ولا مازال ما عرفناش، حتى انا ما بقيتش نقول لكم دابا حاليا حتى حاجه حيت مازال ما تاخذوش شي قرار يعني في هذا الصدد هذا. قرار واحد اخر اتخذته يعني الدوله البلجيكيه هو الشركات ديال الماء والضوء والغاز ما عندهمش الحق، يعني فاش يتسالى هذا الشهر اللي غيخلصونا حنا نقولوا غادي يخلصوا علينا هما، يعني ما عندهمش الحق باش يقطعوا علينا الماء ولا الضوء ولا الغاز، يعني اللي ما خلصش
يعني باش يحميو المستضعفين، الناس اللي ما عندهمش يعني طاحوا في مشاكل ماديه، يحميهم باش ما يتقطعش عليهم الماء والضوء والغاز. يعني الشركات ما عندهمش الحق يسدوا العدادات، حنا كنقولوا لا المترو نتاع الماء كما كنقولوا المغربيه. دابا حنايا في هذه الوقيته ديال كورونا يعني ما بقيناش غادي ندير لكم انبوكسين للتليفون ولا غادي لكم شي اله واحده اخرى، غندير لكم الانبوكسين واحد الحاجه اهم من هادشي كامل. بقاو معايا. بسم الله. يعني هادشي بصراحه اللي دومونديت واحد الحاجه مهمه بزاف غير في هاد الوقيته ديال كورونا، اما غير هاد الوقيته هادي ماشي مهمه. سنة نحل تالي خطرة واحدة باش نسد الموس. كما كتشوفو دومونديت على واحد جوج ديال الكارتونات، نسد هاد الموس راه ماضي. يا بسم الله صافي واجدي. انا راه ما كندوقش غير باش نتفاهموا، راه ما غندوقكمش شويه يمكن بزاف. ها هو التي كارطونه وسط كارطونه، لا سم كارطونه وسط كارطونه. ها هي، نعاود تاني نحلها تاني مره اخرى، نعاود نحل مره اخرى. كنظن راكم شفتوا الماركه، راكم يمكن عرفتوا شنو هي. هاتي نشوف نحل تاعي نشوف الصيفط هذا الشيء هو هذاك ولا لا، غادي ندير بهم شي شكايه. هادي لاصقه ديال بصح، هادي لاصقه مزيان، هادي ملصقينها مزيان الصراحه، يعني خاصني نكملها بيدي. اوكي، الحاجة اللي مهمة في هاد الوقيتة ديال كورونا شنو هي؟ هي الديتون باش نقضيو على الجراثيم. ها هو، ها هو، شوف شحال شريت، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش، الله يا ربي ها 12. البكتيريا ان شاء الله ما عندها مين تدوز لينا. كما كتعرفوا الديتول يعني ما كيرحمش البكتيريا، ما كيرحمش الفيروسات. ان شاء الله غنمشي دابا نخدم. الله يعاونكم، بسم الله.